امريكا بتعمل؟ لا شو قصتها؟ راحت خطيفي مع واحد سني وعائلتنا هدروا لهم دمهم. انا سمعت نفس القصة بس معكوسة، خبرتني خديجة عن فاطمة جارنا ابو ليل. يا زلمة شو صاير لهالعالم؟ ما طلعوا عمرنا ناخذ من بعض. ليكو انا امي سنية وابي علوي. وها انت نسيت النبرج معكم عطيتني. ليكو انا وياك بدي اقول لصاحبي اللي عملته معي بالسجن ما حدا عمله. يعني انا اذا في شغله نفعتني بالسجن هي اني قدرت اتعرف على ناس مثلك وقدرتوا تغيروا لي الوضع براسي كله سوا. من وين جبتوا لي هيدا ايام السجن وغرام السجن؟ كل ما في منه بالناس. انه وين بدك يعني اتعرف على بعض يعني بالحديقه على امي؟ نوال شو بتشكي الحديقه على امي؟ شو في حدا يا عمي بين باب التنبيل وجبل محسن؟ حبيبي المسرحية ما فينا نقول سجن، تيجي برقابة، سكرنا المسرحية، أنا دافع 1000 دولار للديكور. بعدين إذا سكروها منين بتدفع لك أنت وياه؟ إيه بس هيدا الواقع. ما ضروري على المسرح يكون 100% يعني بالمية واقع. خلص هلا أحسن ما يوقع. خلص خلص، حديقة عمي حديقة عمي. اللي بتعرف الوقت ما التقينا بالحديقة العمي تبعيته. صرنا اصحاب واللي عملته معي بالحديقه العمي تبعيته هل حدا بيقدر يعرف؟ لكن ليه انت بنعرف انه ولا انا ولا انت عم نفتح المعارك بنعرف كيف يجي التليفون ببلعوها. شكلها اشتدت المعارك. اه والله؟ شو هيك وظيفه ورانا فقعت؟ ايه يمكن. شو حلو؟ شكلها اشتدت المعارك يا عم. اشتدت ولقت ولقت. انت على السطح. كيلو لكن غيره غيره لا تصدق العمر لازم تمشي على المعلى كيلو لك عم تغير له فحم انت اللي حتى حتى من ايدك حطه شدت المعارك انت على السطح انت مكسوفين بتقنيس بكسر شدت المعارك عامل لي ارجيله وانت ايش كظيفه وراك ما هيك ان شاء الله بتيجي كظيفه براسي بتخلصني منك ولا انتوا اثنين اشتد المعارك عارفه ستة ويا بالارض عيدوا لنشوف يلا يا شباب عيدوا الاصوات شكلها اشتدت المعارك انت بقى عندك مش تغريس كثير طبعا مين بيقول هيدا ممكن يصير؟ يعني باب التباني وجبل محسن كانوا بالاخبار دائما مأساة انسانية كبيرة، سنوات عشنا على وقع تجدد القتال بين المنطقتين، واليوم مثل ما عم بتشوفوا اصبحت القصة مسرحية، من المحور إلى المسرح، عم نشوف هيدا الإنجاز الكبير بفضل جمعية مارتش، هالمسرحية حب وحرب على السطح، هل نجحت بلأم الجراح ما بين المنطقتين؟ هذا العمل المهم والكبير والإنساني والأخلاقي، شو تبعاته اليوم؟ كيف وضع الشباب مع بعض الموجودين معنا؟ رح نتعرف أكثر على المسرحية، على العمل الفني الإنجاز ما بين المنطقتين، على الصعوبات اللي واجهت ليا بارودي والفريق العامل معها على هيدي المسرحية، ورح نرحب بالشباب الموجودين من التباني ومن جبل محسن موجودين مع بعض هون على البلاتو. قبل كانوا يا هن عم يتقاتلوا يا اهاليهم عم يتقاتلوا، هلا بنفهم منهم اكثر بهيدا الموضوع. اهلا وسهلا فيك ليا بارودي. مشاهدي انترفيوز بيعرفوك كثير منيح، وانا بصر يعني ضوي على كل نشاطاتكم، على اللي بتقوم فيه جمعيه مارتش، عليك شخصيا، بس هيدا العمل صراحه فاجات الجميع، يعني ما حدا توقع انه تقدري تقنع الشباب اول شيء يمثلوا يجوا على خشبة المسرح. ما بعرف هلا كم فنان رح يبين معنا الليلة، وقديه بعد في فنانين فعلا موجودين من هيدي المنطقة اللي مثل ما قلنا كانت مأساة وبعدها مأساة لأنه في وضع اقتصادي صعب كتير على الجميع بالنهاية، بس على القليلة قدرنا نوقف رصاص والدم والقتل ومسلسل الحقد والكراهية. كيف اجت الفكرة أول شيء ليها؟ أول شيء نحن بمارتش بنعمل مشاريع حل نزاعات على صعيد الشباب،
بس صرنا فترة عم نفكر بدنا نعمل شيء بطرابلس لأنه ما بنسمح غير عن المدينة غير أخبار قصف ومعارك، وكل واحد محلل الوضع على ذوقه، كل واحد بيقول لك هيدي الطائفية وصراع قوى محلية وإنه هيدا الشباب عندهم تطرف. بقى نحن صراحة كنا شاكين إنه في شيء أكثر للخبرية وإنه جذور المشكلة مش إيديولوجية، فنطرنا يهدأ شوي الوضع لأنه ما فيك تعملي أي نشاط بوضع مثل ما كان قبل. بلشنا نشتغل على المشروع من أول السنة، تواصلنا مع جمعيات محلية أول شيء ومع عالم من باب التباني وجبل محسن، كوننا نحن مش من المدينة ما بنعرف شيء عنا، فتواصلنا معهم وشوي فهمنا شوي الأرضية وبلشنا كاستينج من 6 شهور بمساعدة هالجمعيات المحلية، اللي أنا بشكرهم كتير عن جد على مساعدتهم، اللي هن مجلس شباب التباني وجمعية لبنان المحبة وأكاديمية شباب القبة. فهن اللي بعتولنا شباب، نحنا عملنا مثل كول قلنا عنا مسرحية بدنا نعملها عن باب التباني وعن جبل محسن. فأول شيء بعدين هول المواضيع عرفناهم الشباب اجوا على الكاستينج، بفتكر 3/4 كانوا هيك عبسين ومش كتير هيك مرتاحين للموضوع، وانه يلا تاري انه ما حدا كان بده ينزل اولا، ومش بس لانه العمل المسرحي ما بيهمهم وما كانوا شايفين افادة من الموضوع، كمان ما كانوا قابلين القصة جد، لانه عرفنا بعدين انه في كتير عالم بيجوا لعند بيقولوا بدنا نعمل هيك وهيك وهيك، ما في شيء بيتحقق كان. وثالث شيء كمان لانه فكره انه يلتقوا مع الطرف الاخر هي فكره ما كانت تعجبهم ابدا. فبلشنا بالكاستينج وشفنا كثير شباب، شفنا فوق ال 80 شاب وصبيه، واخر شيء اخترنا 16 شخص هن على خشبه المسرح عم بيقوموا بهيدي المسرحيه اللي عايشينها. يمكن هون بدي انتقل لبطله المسرحيه فاطمه مخيبر من باب التباني. حدا قال لك فاطمه التمثيل عيب، المسرح عيب، ما لازم تروحي تقدمي؟ كيف طرحتي بالبدايه ودخلتي بهالمشروع؟ هلا ما بعرف اذا انت بتعرفيها كلياتها، هلا هي بالمشاهد اللي فيها ما فيها شيء مشاهد بتسيء كبنت، يعني ما فيها مشاهد يعني لا حب وغرام كثير ولا اشياء يعني فضائح، عرفتي؟ حب وغرام بالحكي بس، هي شيء انه واقع، يعني اللي عم يحضر المسرحيه فيه يشوف حاله فينا، يعني مش انه يفتخر فينا، لا، انه كل نحن عم نمثل تقريبا منطقتين بحالهم، مش بس نحن عم نطلع نمثل حالنا، عم نمثل قصص عم تصير بمنطقه بذاتها، بس عم تمثلوا قصه كمان ممكن تكون صارت وعم بتصير هلا وتصير مستقبلا، يعني قصه إذا فينا نقول روميو وجولييت على إسقاط سياسي بهيدي المنطقة، شاب من التباني والصبية من جبل محسن أو بالعكس؟ بالعكس بالعكس، يعني أنت دوري كمان من التباني بالمسرحية مثل ما أنت بنت التباني، والشاب حدك؟ الشاب حدك علي أمون من جبل محسن، وأنتم مظبوط من المنطقتين. هي حقيقة يعني كيف بدي أقول لك، مش بس بالضروره تكون بين سندي علوي، يعني نحن لما قدمناها ببيروت بطرابلس صحيح لمست عندهم للطرابلسيه، بس كمان لمست عند البيروتيه، لانه ممكن تكون بين مسيحي ودرزي مثلا. الحب بيوقع بين الطائفتين شو ما كان، اي خلطه لبنانيه. ايه ايه علي، بالنسبه لإلك يعني، بالنسبه كمان بدي ارجع لحكايه الحب اللي هي على المسرح، كنت تسمعوا عن حب مستحيل بين المنطقتين، عن يعني بالنهاية منطقتين ملازقين لبعض، كان هيدا يصير؟ المسرحية فيها شيء من هيدا الواقع؟ ايه اكيد عشتوها، سمعتوا عنها مثلا؟ أنا عشتها. انت عشتها؟ ليه زوجتك من التباني؟ اوكي، يعني عايش القصة مظبوط. قدي صار لك بتعرفها من ايام الاحداث الأليمة، من وقتها انت ايام ما كنت حبها يعني؟ شي 5 سنين تقريبا. يعني بعز المشكل اخذتها من ال، شو صار؟ خطبتها خطيفه. وبعدين؟ هلا صار عندي بنت مش الحال. الله يخلي لك اياها وتربى بعزكم البنت، بس خبرني شو صار وقتها؟ يعني كان في مشكله مع اهلك ومع اهلها مزبوط؟ اكيد من الميلتين من طرفين، اليوم كيف الوضع؟ هلا قبل المسرحيه وبعد المسرحيه في يقول هيك او لا؟ انه هلا الوضع تمام. هي فتحت معركة بين جبل والتباني كرمال القصة. كمان؟ في وحدة من المعارك على هيدي القصة؟ بس هلا مش الحال. بتذكر هيدا، يعني أنت القصة الشهيرة. أنا القصة. هلا أنت طالع منك كل هيدا يا علي. تخيلت شي نهار أنك ترجع تمثل هيدي القصة اللي عشتها؟ ترجع تعيشها على خشبة المسرح؟ لا. ما تخيلت. طيب حلو الإحساس؟ بجنن. أها، وكيف المخرج معكم؟ خليني اقول المخرج هو خضر مخيبر كمان من باب التباني.
كيف التجربة؟ تجربة حلوة فادتنا كثير. خليني اقول المخرج هو استاذ لوسيان ابو رجيلي، بنوجه له تحيه كثير كبيره. أكيد. وانت المخرج بقلب المسرحيه. لان نحن عم نحكي عن مسرحيه ضمن المسرحيه. مثل ما شفناك عم بتقول لهم، نحن عم بتفسر لهم انه التقوا بحديقه عامه. قالوا لك وين في حديقه عامه؟ التقينا بالسجن يا خيي، ما كنت تقبل. هذا المزبوط، بس هذا الواقع انه ما في حديقه عامه بين باب التبانه وجبل محسن، ما في غير السجن لنتعرف على بعضنا. فانا ما بدي اقول هيك مشان الرقابه، والرقابه بتطلع بتخرب بيتنا. يعني كانه مخرج عن جد. تجربه حلوه كانت. اول شيء فادتنا على المسرح وبالفن، واكتشفنا مواهب نحن ما كنا عارفين شو هي، ولا كنا عارفين انه نحن بيطلع منا هيك. اجتماعيا كيف فادتكم؟ كان في عرض بطرابلس بتسعة حزيران مع جمهور من باب التبانه وجبل محسن، كان في 500 شخص، نصهم من باب التبانه نصهم من جبل محسن. صراحه نحن اول شيء كنا شوي خايفين انه من يصير في شيء، بس انا لقيتها، انا لإلي كان احلى عرض. لانه كان الجمهور كله عم بيضحك عن جد من كل قلبه، بفتكر كان عم بيشوف حاله اكثر، لانه معني هو اكثر بالمسرحيه. وحتى بعدين يعني صار في هيك تلاقي بقيوا شوي العالم عم تحكي وعم بيعرفوا على بعض، فأنا لقيته أحلى عرض صراحة. حلو. طيب في حدا خبر التاني مثلا؟ أنا كنت أقوس عليك من هيدي الطاقة، من هيدا الشباك، وهلأ صرنا أصحاب. في شيء من هالنوع من الشباب الموجودين كمان معنا؟ خليني أقول معنا طارق هباوي، طه جابر، إيهاب عبيد من الإبة، زلفي قار شحرون جبل محسن، أحمد سليمان جبل محسن، حسن الشيخ جبل محسن، ريان أحمد من التباني، وطارق وطه بالاول كمان من التباني. ما بعرف حدا منكم في عنده شيء قصه، في شيء عنده شيء خبريه كان على المحور صار على المسرح؟ عليكم الامان هون. ايه شو تفضلوا. هذا طارق خلص في عفو على كل حال. ما حدا هيك ليك كله اجى لعندك طارق؟ هو بيلعب دور القناص بالمسرحيه. تلعب القناص بالمسرحيه، شو كنت تعمل بالحقيقه انا مجلس شباب التباني. اوكي. بجمعيه متطوع. هلا لعبت بالحقيقه ولعبت بالمسرح، اكثر من هيك ما فيني اروح. ما فيك تقول لعبت اثنين. ايه لعبت. تندم على الدور السابق مش على دور الخسر؟ اكيد بندم عليه. معقول تنعاد هالمأساة يا طارق؟ ان شاء الله لا. حدا من الشباب عنده مخاوف انه ممكن هيدي المأساة تنعاد؟ انتو كنموذج لهالمنطقتين بتحسوا انه هيدي التجربة فادتكم فعلا بالعمق؟ ما بعرف مين بده يرد من الشباب، ما بعرف مين حابب يحكي، بركي انت علي. اكيد فادتنا. انت اكتر واحد مستفيد من الموضوع، انت بدك تروق البيت عندك جوا الداخل، مش بس الحي والشارع والمنطقتين. يعني ان شاء الله ما عاد بيصير شيء. بس خبر اول شيء كيف كان رأيك من جماعة باب التباني وكيف تغيرت؟ انا ما كنت انزل بالمرة. بس ما اخذت لهم بنت من التباني، كيف قدرت تحبها وانت ما بدك تتعاطى مع المنطقة؟ يعني انا وقتها كنت حب مرتي، ما كان في كثير معارك يعني، بس كان في معارك بس ما كثير. هلا وصلت لفترة انه صار كثير في حد بين فوق وتحت، يعني انا كنت انزل بس اخر شيء ما عاد في حدا ينزل. صرت تخاف تنزل. كيف كنت تشوفها؟ وين؟ بالحديقة العامة؟ بالسجن. وين كنتوا تلتقوا؟ بالمدخل على السطح. يعني بعدين ما عاد فيني انزل. واكيد اهلي كانوا معارضين واهلها معارضين يعني. شو كنتوا تعملوا؟ حمام زاجل؟ كيف تعملوا؟ كيف تبعتوا مراسيل؟ على الواتساب. حمام الزاجل تبع اليوم الواتساب. ايه كانوا اهلي كانوا من الموافي، ما بس اهلها. عم انا قلت لها بتقبلت روحي معي، قالت لي يوم خدتا. وولعوا المنطقتين. ما حدا لامك؟ ما حدا قال لك؟ بلا صار يتصلوا فيني. تتصلوا فيني انه رجعي ورجعي البنت، عم بدهم يخطفوا من عندنا نسوان وبدهم يخطفوا. في حالات كثير مثل حالتك علي؟ ايه في. في. اليوم عم تزداد هيدي الحالات او لا؟ عم تزداد هيدي الحالة؟ في يعني ما بعرف فاطمة يمكن ممكن تقول لي، بتحسي انه انكسر هيدا الهاجس انه نحن منطقتنا ومنطقتهم، او بعد بدها شغل اكثر؟ هلا اكيد بدها شغل، لانه نحن صحيح حتى الشيء اللي نحن عملناه يعني ما بعرف اذا 100% وصل للناس، لانه في ناس تقبلت وفي ناس لا ما تقبلت.
هلا مين اللي ما تقبل وكيف ما تقبل؟ هلا الناس اللي رايح لها مثلا جاره اللي رايح لها ابنها انا بدي اقول لها لا ليكي، او مثلا صارت المعركه ليكي لا حرام هن ما قصدهم، هي رايح لها ابنها كيف بدي احكي معها؟ انا كيف في شيء احكي معها بهيك موضوع؟ صحيح. وهي مثلا رايح لها حدا مثلا قريب منها. ففي ناس بتتقبل في ناس لا خلص ما. هلا مثل نحن ما كان يعني نحن ما كان هالحقد القوي لانه نحن تصير المعارك نقعد بالبيت خلص ما فينا مثلا نطلع نفوت بس نقعد بالبيت، هيدا يعني هيدا اللي نعمله لنشارك لنعمل شيء. نحن بالبيت اكثر كبنات يعني ايه نحن لان بالبيت اكثر شيء بنات اصلا. هو نحن من زمان يعني ما بتذكر انا بتذكر لما كنا صغار كان في خياطه بالجبل مشهوره كنا نخيط من عندها فساتين للعيد وهيك، بس بعدين لما صارت المعارك وما بعرف شو خلص يعني انت كيف بدك يعني اكيد ما حدا براسه يعني كلنا بنعرف مين بيفتعل هيدا الشيء ومين ايمتى ما بده بيوقف وايمتى ما بده بيشغل عرفتي، بس ما بيرجع اكيد ما الاهالي يعني بيرجع او ما بيرجع هيدا الاهم السؤال الاكبر. هل معقول انه اهل المنطقه بعد كل اللوعه بعد كل اللي عاشوه بيرجعوا بيوقفوا ضد بعض كرمال صراعات سياسيه؟ قالت لي لا ايديولوجيا ما في، بس في صراع سياسي ومذهبي عميق. هلا في صارت لمرحله من المراحل الجبل والتباني صاروا ساحه معركه مش الاهالي المنطقتين يعني في صار يجي ناس يعني من خارج المنطقه في معركه من المعارك، لا اهل التباني كانوا موجودين ولا اهل هدول هربانين وهدول هربانين من خارج المنطقه ايه. ساحة صارت ساحة هي عرفت شو الفكرة؟ فأكيد إذا رجعتي للأهالي هن أكيد ما بدهم. خلينا نتوقف مع فاصل أول ونرجع كمان في هذه الحلقة مع الشباب، شباب مسرحية حب وحرب على السطح، رح نشوف كمان وجوه جديدة من هالمسرحية ورح نشوف كمان مقتطفات إضافية. فاصل ونعود. علي عايشة أنا هون ورا الخزان. علي وطي راسك في طوميس. شو عم تعمل هون؟ صابة من عمك. ايه عرفت انه تصابة، بس شبك ليش خايف هيك؟ انه بعتقد انه اخوك مفكرني انا اللي بوصله. اكيد منه مفكر هيك، بس شبك ليش خايف هيك؟ خلص عادي. بس انه ليش حسك انه عم لك صابة من عمك انه منه الزيت يعني؟ اكيد زعلت، بس انه هن بدهم يجوزوني اياه غصب عني، انه شو بعمل؟ انت ما بتحبي؟ معقول بعد كل هيدا عم تسالني هيدا السؤال؟ ليش ما بتحبي؟ ما بتعرف انه انا بحبك لإلك عم تسالني هيدا السؤال بعد كل هيدا؟ ما بتعرف انه انا كمان بحبك يعني؟ شو هذا؟ شو عم تعمل؟ هي حبيبتك طالع لعندك تحت القصف بالتقنيص مشتاق لك بتعيط عليا؟ انا عم فوت محل انا بعمل دور استاذ. انت ليش مرفض؟ كيف ما تقنص يعني؟ طب قوم اقف حكيني. انت مالك حافظ الناس؟ ولا حفظه اكثر منه ولا فرجي. يا عم نحن عم نتفرج شو الشغله سايبه يعني؟ ايه انا بدي احكي اكثر منك. عايشه انا بحبك. أنا تركت العالم كله كرمالي، كرمال لحظة مهربة، أنا بحبك بحبك بحبك.